تعال نروح لشيء تاني، وهو شيء للأسف الشديد في منتهى الإيلام. الاعتداء اللي بيحصل من قبل القوات المحتلة على مدينة جنين بالضفة الغربية، ومصر تدين هذا الاعتداء اللي حصل على مدينة جنين. خلينا ناخد معانا على التليفون دكتور حامد فارس، خبير الشؤون العربية والمستشار السابق بجامعة الدول العربية. أهلا بيك يا دكتور، كل سنة وحضرتك طيب. أولا مع النائب المحترم، كل سنة ونسيبتك بألف خير. الله يخليك يا دكتور حامد. دكتور حامد، يمكن هسأل السؤال بشكل متسع حبتين، يعني إلى متى سوف تستمر الحكومة المتشددة المتطرفة الحالية في دولة الاحتلال في المضي قدما في اعتداءات، وتحديدا الاعتداء على جنين يمكن خلال الأسابيع الماضية وصولا إلى هذا اليوم؟ أما المجتمع الدولي فينظر ولا يكتفي إلا بشجب وتنديد. هتستمر إسرائيل في كده لحد إمتى؟ المجتمع الدولي هيفضل مستمر في الشجب والتنديد من بعيد لبعيد لحد إمتى؟ وما هي حجم المسؤولية الملقاة على عاتق الدول العربية؟ طبعا يعني هو الاعتداء الأخطر على من إسرائيل على مخيم جنين منذ أكثر من 22 عام. يعني أرى أن الأمور بشكل عام تسير في اتجاه التصعيد بشكل متزامن مع وجود حكومة متطرفة تسعى إلى البقاء لأطول فترة ممكنة في رئاسة وزراء إسرائيل، في ظل وجود بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي وأيضا وزير المالية بتسعيل سموتريتش، اللي يعتبر أدوات مهمة جدا لبقاء نتنياهو في اتجاه الحكم واستمرار هذه الحكومة، خاصة أن نتنياهو يرتهن بشكل واضح لهؤلاء الوزراء الذين يسعيان وبكل قوة إلى استمرار أمد هذه الحكومة، خاصة أن هذه الحكومة أتت بعد مخاض عسير، يعني أكثر من 4 أو 5 انتخابات أجريت في 4 سنوات، كدلالة واضحة على حالة الانقسام الحادة في المجتمع الإسرائيلي، وبالتالي دائما وأبدا تصدر هذه الحكومة المشاكل إلى داخل فلسطين في إطار سعيها للاستمرار بشكل واضح في إطار الحرص الكبير على أن تكون في رئاسة وزراء إسرائيل لأطول فترة ممكن. طيب يجي هنا برضو سؤال، يعني هل تعتقد يا دكتور حامد أنه هذه الحكومة مستمرة في هذا الشكل من الأداء المتطرف والمتشدد، بل وكمان يعني أن هم بيقترفوا مجازر بحق الشعب الفلسطيني في ظل أن العالم مشغول بأوكرانيا، أو أنه العالم مشغول بأزمته الاقتصادية، أم أن هناك أطراف دولية تبارك ما يحدث في الأراضي الفلسطينية؟ يعني طبقا لتصريحات مسؤولين اسرائيليين اكدوا بشكل واضح على ان هذه العمليه تمت وبتنسيق وبعلم مع الاداره الامريكيه، وبشكل واضح انه لا يتم عمليه بمثل هذا الشكل وبمثل هذا العدوان الكبير الا بتنسيق مع القوى الدوليه. المجتمع الدولي معالي النائب تاخر كثيرا في دعم القضيه الفلسطينيه، تاخر كثيرا في تحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني، طرق الشعب الفلسطيني فريسة سهلة لآلة الحرب الإسرائيلية وقوات الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي أصبحت القضية الفلسطينية في مهب الريح، خاصة بعد القرارات اللي خدها الرئيس السابق ترامب بشكل واضح من يعني نقل السفارة الإسرائيلية إلى القدس، وبالتالي تسعى هذه الحكومة إلى وقف مبدأ حل الدولتين، وده بشكل واضح بتسير فيه، وبالتالي أرى أن كافة الأمور تسير في إطار التصعيد، في ظل أنه من الممكن جدا أن تمتد هذه الحرب خارج الأراضي الفلسطينية. شهدنا في رمضان الماضي إطلاق أكثر من 100 صاروخ من جنوب لبنان وأيضا من سوريا، وبالتالي أرى أن هذه الأحداث من الممكن جدا أن تؤدي إلى اشتعال المنطقة، وتسعى الدولة المصرية بشكل كبير إلى العمل على إيقاف هذا العدوان الإسرائيلي في أقرب وقت ممكن. ألا يوجد أي استيعاب لدى حكومة الاحتلال بأنه ما يقومون به من اقتراف هذه الشنائع والجرائم والسخائم زي ما بيتقال، أنه هيؤدي إلى المزيد من التصعيد من قبل المقاومة الفلسطينية، وبالتالي من الممكن أن تصعد نيران من تحت رماد أكبر بكتير من ما حدث في السابق، يعني من انتفاضتين معروفتين وتاريخيتين؟ أرى أن الأمور بشكل عام تسير نحو انتفاضة ثالثة، لأن بمثل هذه الطريقة تسعى إسرائيل إلى السيطرة على أراضي الضفة الغربية بشكل كامل، لأنها تسيطر على
85% من أراضي الضفة الغربية، وبالتالي إذا كان هو المخطط الإسرائيلي الحالي بالسيطرة على أراضي الضفة الغربية، فبالتالي هي نسفت تماما مبدأ حل الدولتين، وليس ولم يصبح هناك أي حل لهذا الإقرار الذي تم إقراره من قبل الأمم المتحدة من قبل مجلس الأمن، وهو يتفق مع الرؤية العربية الداعمة لمبدأ حل الدولتين. ولكن حكومة إسرائيل وفي ظل هذه الحكومة المتشددة المتطرفة وحالة الانقسام الحادة في الداخل الإسرائيلي، مشاهدنا أن في مظاهرات في داخل إسرائيل للأسبوع 26 على التوالي خاصة بالتعديلات القضائية، وبالتالي أرى أن نتنياهو يصدر مشاكله إلى الداخل الفلسطيني، ويريد أن يبقى لأطول فترة ممكنة في ظل تخاذل المجتمع الدولي أيضا بشكل واضح في ظل الحرب الروسية الأوكرانية اللي أثرت بشكل واضح جدا على الاهتمام بقضايا الشرق الأوسط، وأصبح الاهتمام منصب الآن على دعم أوكرانيا، وأصبح الاتحاد الأوروبي والغرب بشكل عام مهتم بما يحدث داخل أوروبا من تردد الأوضاع الاقتصادية، وأيضا يعني حالة الانقسام الحادة بشكل كبير جدا في سواء مؤيد لروسيا أو غير مؤيد لروسيا، وبالتالي أصبحت الأمور لا تنظر إلى القضية الفلسطينية أو غيرها من القضايا العربية. صحيح. أنا بشكرك جدا دكتور حامد فارس، خبير الشؤون العربية والمستشار السابق بجامعة الدول العربية، كما جرت العادة.